إذا في هذه المحاكاة سوف نبين عشوائية الخاصية العشوائية للتفكك أو للتفكك النووي أو التحولات النووية للتحولات النووية، حيث لدينا في المحاكاة 500 ذرة مشعة من البالونيوم، زمن نصف عمره هو 2 ثانية، وسوف بالموازاة مع عشوائية التفكك سوف نلاحظ تغير يرسم ترسم لنا المحاكاة بيان تغير عدد الأنوية بدلالة الزمن. إذا نلاحظ أن ان صفر تساوي 500، لدينا البيان ان صفر اكسبونونسيال ناقص لمدا تي هو تغير عدد الأنوية او قانون صودي للتناقص الإشعاعي، ولدينا زمن نصف العمر يوافق، إذا لدينا 500 يوافق نصف 500 أي 250 عدد الأنوية، عدد الأنوية عند اللحظة تين دومي. ونلاحظ أن تقريبا التفكك أو عدد الأنوية ينتهي عند 5 تين دومي، 1 2 3 4 5 عند 10 سكون تقريبا يختفي كل عدد الأنوية. إذا عشوائية أي نعيد، أي التفكك لا يكون بتسلسل شقولي أو أفقي، بينما التحول يكون عشوائي، لا نعرف أي النواة سوف تتفكك، ما نعرفه هو أنه يجب أن تتفكك.